الدكتور سليم، وسبحان مسبب الاسباب وفتح الابواب وخالق الجنه لمن صنع وتاب والنار لمن كذب وخطا. انا ما قمت هنا مبتدرا ساحه الرذل فلست بالملي، انا ما قمت هنا مفصلا لامور خفيه لتنجلي، انما قمت مرحبا بكم في حفلنا والفخر لي، اسال الرحمن ان يجمعنا في جنات الخلد مع كل ولي. بسم الله نبدا وبسم الله نسير، والى الله المنتهى والى الله المصير. بادئا ببدء نرحب بكل من حق الرحال اليوم، سواء من خارج الولايه او من داخلها او من الاسره الجامعيه. نرحب اولا بنائب مدير الجامعه للعلاقات الخارجيه الاستاذ عاشور جلالي. نرحب كذلك بمدير الثقافة لولاية شلف، رئيس الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بشلف، مخضر صابي، الأستاذ مخضر صابي، مرحبا بكم. السادة العمداء ونواب عمداء الكليات، المدراء الفرعيون، مرحبا بكم. نرحب كذلك برؤساء المكاتب الولائية للتنظيم الطلابي الفكي الصوت الوطني للطلبة الجزائريين الأحرار ولجان بشلف. كذلك نرحب بالسيد رئيس الفرع النقابي كلابتس وكفوس احمد، استاذ الفاضل مرحبا بكم. نرحب كذلك بلجنه التحكيم المباركه، حللتم اهلا ونزلتم سهلا وطابت برؤياكم وانفسنا، مرحبا بكل من اتانا اليوم من طلبه وعمال وكافه الاسره الجامعيه. يا ضيفنا وصوتنا تجدنا نحن الضيوف وانت رب المنزل، ولو لم تسعكم أرض المغمورة لوسعتكم أحرارنا. إذا أيها الأحبة، خير ما نبتدئ به هذا الحفل المهيج ألا وهو حفل فارس القرآن الجامعة الذي ذهبت على تنظيمه مكتب تجمع طلبة الجزائريين الأحرار بولاية شلف تحت إشراف رئيس المكتب مساوي عبد الله. إذا خير ما نفتتح به هذا المجلس الكريم هو آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا المقرئ كسيدي، فليتفضل مشكورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونحن على ما قال ربنا وخلقنا لمن الشهيدين. بوركت سيدي بهذه الآيات العطرة من الذكر الحكيم. أحبتي في الله، أدعوكم لأداء السلام الوطني، فلنقف وقفة تمجيد لشهداء المبرى. يا وطني نفدي بالروح أراضينا، قد كنا الأمس عمالقة نذل في الحرب أعادينا، رحم الله شهداءنا الأبرار. أجدد الترحاب بكل من التحق بنا اللحظة، حللتم أهلا ونزلتم سهلا وطابت برؤياكم أنفسنا، كل باسمه ووصفه ورسمه وصفاته وخصاله، أهلا وسهلا بكم. إذا أحبتي في الله، كما ذكرنا
هو اليوم الثاني لهذه المسابقة الكريمة، هذا الحفل البهيج الذي يعلوه النور في هاماتكم. هذا اليوم الثاني شهدنا البارحة تحضير لآيات الله عز وجل، آيات عطرة من الذكر الحكيم، كنتم شاركتم معنا، اصطفاكم الله عز وجل لتلاوة كتابه الخاتم الولاية المسيح الله. والصلاة والسلام على أشرف الكريم. أما بعد، السادة الحضور، ضيوفنا الأعزاء، مشايخنا من علماء الشمال الشرق، طالباتنا الأعزاء، حاملات القرآن، حامل القرآن، أعضاء الجمهورية الجزائرية الأحرار، كل المسلمين وعرب، أرحب بكم من جديد. ها نحن اليوم أضرب لكم موعدا مع الدين، مع القرآن. وأنتم لستم خاسرات مع القرآن. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر الآن إلى الفرقة الإنشادية فتحاء النعيم التي زارتني من الولاية المجاورة، كان تأسيسها منذ عام 2004، فليتفضلوا مشكورين، لديهم مشاركات وطنية ومشاركات جهوية، فليتفضلوا مشكورين غير مأمورين. تحت تصفيرات المنتخب. بذكر محمد دامت لنا الأفراح،
شكرا لكم. كانت هذه فرقة فيحاء النعيم، نشكركم كل واحد باسمه واسمه ورسمه. إذن أيها الأحبة، نجدد الترحاب لكل من التحق بنا اللحظة، ونمر الآن لكلمة لجنة التأهيل، ولتعلن عن 3 متأهلين من عدد 7 متأهلين. فليتفضلوا مشكورين. تفضل الأستاذ عبد الكريم المرزوقي. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن. خلق الإنسان علمه البيان، وفرض علينا شهر رمضان، فأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الجمع الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وشكرا للمنظمين، وشكرا لمن ساعد وساهم في هذه المسابقة الطيبة المباركة، وشكرا لمن للمشايخ الذين يؤطرون هذه المسابقة الطيبة المباركة. ونحن في هذا اليوم المبارك اجتمع لنا بركة الزمان وبركة المكان وبركة الأشخاص وبركة شهر رمضان في هذا اليوم الطيب المبارك. وحملة كتاب الله عز وجل فبشراكم بشراكم بشراكم أن الله عز وجل اصطفاكم واختاركم وحملكم كتابه سبحانه عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن أو حمل القرآن. فالقلب الذي وعى القرآن وحمل القرآن هو ناجح في الدنيا وفي الآخرة. وكل المشاركين لا شك أنهم ناجحين، البنين والبنات شطارك ناجحين في الدنيا وفي الآخرة، لكن المسابقة تقتضي أن يكون هناك ناجحين 7 من 60 الذين شاركوا في هذه المسابقة. فكين 7 اللي سيكونون هم الفائزون في هذه المسابقة، ثم بعد ذلك اليوم تدار مسابقة أخرى لنخرج 3 آخرين من هؤلاء 7. الفائزة أو الفائزة الأول، الفائزة السابعة من فوق من النجوم، الفائزة السابعة رشيدة هامل. المرتبة السادسة نبيلة دخان. الموالية إخلاص سلمان. الباقي سارة عتروس. اللي وراه محمد الأمين العمري. الأخرى نونا شيماء. جيسي بزر جوانا آية أروح أروح فضل. الأخيرة هلايلي شهرزاد هلايلي. ففي الحقيقة هؤلاء 7 للبنين والبنات كانت قراءة ماتعة، قراءة طيبة مباركة، قراءة جيدة، قراءة متقنة. نسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والسلام، وإن شاء الله ركبنا ناجحين في الدنيا وفي الآخرة. لكن مسابقة أن في هؤلاء 7 راح نخرج 3 بإذن الله تبارك وتعالى، ونبدأ بإذن الله عز وجل.
تفضل. زيد فضلك شيخنا الكريم وشيوخنا والاعلام المتعب، اطال الله في عمركم، اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. اذا هؤلاء الفائزون الذين يعني اضربونا كانت لهم قراءه متمرنه كما قال شيخنا الكريم وفازوا بهذه المراتب، وكما قال شيخنا الفاضل كلكم فائزون، كل من اصطفاه الله عز وجل ليتلو كتابه الحكيم الخاتم. إذن ستتفضلون. أستاذي الكريم، شيخنا الكريم، أريد منك فورا وليس أمرا أن تختار لي ثلاثة لكي تقوموا بعملكم معهم ليعود الآخرون إلى مكانهم فيما سيلتحقون. نعم، تفضلوا. شكرا لكم، بوريكتم تحت تصفيقاتكم طبعا. شيخنا الكريم اختار متسابق. بهلكوش فيها غموض. السلام عليكم. هؤلاء السبعه قد يعودوا مسبقا، نعود تاهيل ثلاثه من هؤلاء السبعه، لان هؤلاء السبعه كل قراءه تعب ما شاء الله ماتعه ممتعه طيبه مباركه، فمن هؤلاء السبعة نعود نخرج ثلاثين كل فائزين والأخرين إن شاء الله راح فائزين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيد ذكرى السبعة عندما شهرزاد هليلي وشيبان مدونة محمد الأمين معمري سارة عتروس إخلاص سلمان أديلة دخان رشيدة هم. هؤلاء السبعة سيتبارون إن شاء الله على المراتب الثلاثة الأولى، ونبدأ على بركة الله بأول طالب رشيدة آمين. فلتتفضل مشكورة غير مقهورة. قل الله شهيد. أعيد. شوفي مليح. قلي شهادة قلي أي شيء. لا ما تخافيش، قرأ غير بالعقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلي شيء أكبر شهادة، قل الله شهادة. قلي شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استمعي إلي أختي الفاضلة، أنا عاودة أنت عاودة، نعرف لك مرتبك مع الموضع جديد عليك وعلى ذلك. نعود وأنا نقول قلي شيء أكبر شهادة قل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ، أينكم لتشهدوا وأن الله آلهة أخرى قل لا أشهد. حسبه
افتح المصحف على الآية على الصفحة 132 واقرأ شو من بدايتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيكم. أنت كل طالب إن شاء الله راح عندي تقييم بإذن الله. رشيدة هام، معلوم أننا البارحة كانت المواضع من سورة البقرة، وسورة البقرة معهود سماعها ومألوف سماعها، أما سورة الأنعام فغير معهود سماعها، لذلك كان هناك فرقا واضحا بين أداء أمس وأداء اليوم. نعلق على اليوم، يعني في التلاوة إيجابيات ألا وهي الصوت الحسن مع تناسق المقام ألا وهو مقام الكرد أدت به متناغما، مخارجها يعني قوية سليمة، إلا أن هذه الأخطاء الجلية يعني بملازمة المشايخ وبحفظ القرآن وبحفظ القرآن الكريم تزول هذه الأخطاء. لذلك نحن دائما نشجع على أن تكون المسابقات مصحوبة مع الحفظ، لأن الحفظ هو الذي يقينا من هذه الأخطاء الجلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وبارك الله في الطالبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها علما وجهدا إن شاء الله. السلام عليكم. الطالبة الموالية نبيلة دخان، افتح المصحف على الصفحة 134 وابدأي من بداية الصفحة. وكذلك فتنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا من بعده وأصبح
فإنه غفور رحيم. حسبك. أجلسك مجلسك قومكم بعد. دي لا تقيم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبة نبيلة دخان، بارك الله فيك فيما أديت وجزاك الله خير الجزاء. صوت جميل، إلا أنه يعني تلاوة طيبة، يعني إلا أن هناك بعض الملاحظات التي لا بد من التنبيه عنها لغرض التقدم إن شاء الله في جودة التلاوة. فهناك ملاحظات بسيطة، أغلبها يعني بعض التنطيطات والضغط على الحروف، مما يؤدي بالسامع إلى وكأنك تضيف سكتا في وسط الكلمة. فكذلك ملاحظة يعني خلص الحروف، يعني مثلا غفور رحيم خلص الراءات. بارك الله فيك، جزاك الله. شكرا لأستاذنا لتقييمه لهذه الطالبة والطالبة الموالية. إخلاص سلمان، افتح المصحف على الصفحة 137 وقرأي من بداية الصفحة. الرحيم، ما نقولش الرحيم، بعض الاختلاسات
بعض المخارج مثل مخرج الذال الذال كأنه مال إلى الثاء، وبعض المخارج التي تجاور مثلا الحروف المفخمة إن جاورت مرققة فلا ينبغي أن تؤثر في المربع، فنقول أوصنا أوصنا نفخم الصوت. ومن ناحية الصوتية يعني قرأت من بلون الكرد يعني وصوتك وآدابك فيه مشاعر وصوت قوي، ونتنبه له إن شاء الله بمستقبل زاهر زادك الله حسنا في تلاوته إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا أستاذ. الطالبة الموالية سارة عتروس، افتح المصحف على الصفحة 139 واقرأي من بداية الصفحة. Thank you.
وركت يا شيخنا. الرحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن. Thank you.
وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الصدور وشفائها. بركتم ضيوفنا الكرام. إذن أحبتي في الله، لا يزال في جعبتنا الكثير، سوف نحيي الكلمة للجنة التحكيم المباركة لتقديم التوجيهات لباقي المتسابقين الفائزين. وعن الذين لم نستدعيهم في هؤلاء الساعة سوف يتم تكريمهم، لا تذهبوا، ابقوا معنا. تفضل أستاذ الفاضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المتسابق الواقي عمري محمد الأمين بداية الصف. مئة وأربعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو الذي ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. حسبك، شكرا. أستاذ اجلس. أستاذ تفضل. أستاذ بسم الله. الطالب عمري محمد الأمين، تلاوة طيبة، تلاوة رائعة، إلا يعني بين قوسين فقط لاحظنا أنك خالفت الطباع، فأنت يعني ذكر الطالب يعني الوحيد بين البقية كامل الطالبات، وقرأت بحفص وهما كاملين يقرأوا إن شاء الله ورش. هذه بين قوسين فقط. قلت تلاوة طيبة، يعني صوت شجي، يعني وإن كانت المدة قصيرة إلا أننا لمسنا أن هناك مساحة صوتية، قرار وجواب، قفولات رائعة، يعني تلوين بجد صوتي ممتاز موفق. بالنسبة للأحكام، كلمة الرجيم فمد العرض للسكون، فنقول الرجيم وليس الرجيم، وكأن الياء عندك فيها ألف يعني. كذلك ملاحظة في مخرج حرف القاف، قد وليس قد، وكانت هناك ملاحظة إلا أنك صححتها في كلمة من نفس،
فحدث هناك في الأول اختلاس بسيط ثم أعدى تصحيحه، فبارك الله لك. طالبة الموالية شيماء نونة، فلتتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتح المصحف على الصفحة 149 واقرأي من بداية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حسبك، شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبة نونة شيماء، أشكرك على هذه القراءة الجميلة وعلى هذا الأداء الحسن، صوت هادئ ندي، صلى الله عز وجل أن يبارك لك فيه. قراءة عن العموم كانت قراءة مقبولة، فقط هناك بعض الملاحظات التي ينبغي أن تصحح في المستقبل إن شاء الله. من بينها كانت قراءتك نوعا ما من الخيشوم، فينبغي أن تتخلصي من هذا النقص. ملاحظة ثانية، تخليص الحركات وكذلك بعض المخارج كمخرج الواو ومخرج الصاد، فعن عموم قراءة طيبة، جزاك الله خيرا، صلى الله عز وجل أن يوفقك إن شاء الله. شكرا أستاذنا. الطالبة الأخيرة وختامه مسك، شهرزاد هليلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتح المصحف على صفحة 150 وقرأ من بداية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة
طبيب اليد
Thank you.
أنكم بوركتم الحمد لله. إذن أيها السيدة والسادة الأفاضل، يتفضل شيوخنا الكرماء. حانت لحظة الحسم. شيوخنا الأكارم، أحب لكم الكلمة للإعلان عن الفائز بطريقتكم الخاصة، فلتتفضلوا مشكورين غير ممنونين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات اتفقت لجنة التحكيم على المتميزين رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 3، ولا أريد أن أقول فائز وراسخ لأن قارئ القرآن فائز إن شاء الله، ولكن هناك أول وثاني وثالث ورابع. لا يوجد من قرأ القرآن وخسر سواء في الدنيا أو في الآخرة، فكل من يتلو القرآن الكريم فهو فائز بإذن الله عز وجل، وهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المرتبة السابعة كانت من حظ هامل رشيدة. فلتتفضلي مشكورة غير مأمورة أخي. تفضل أستاذ. المرتبة السادسة كلختو لها مسكينة ولا لا أديروا لي على وقف متكلمته. المرتبة السادسة سلمان إخلاص. فلتتفضل مشكورة. المرتبة الخامسة نبيلة دخان. في المرتبة الرابعة نونا شيماء. في المرتبة الثالثة سارة عتروس. مانيش عارف إذا كان نزيدوا له. تتفضل ليلي رشيدة التي فازت بالمرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية فهي من نصيب محمد الأمين. تكون من الفائزين يوم القيامة إن شاء الله. اللهم آمين رب العالمين. شكرا شيخنا الفاضل. هذه الأجواء البارجة. أنا الله بمهنتكم وأنا رغبتكم بالقرآن الكريم. لأن القرآن حامله أنا لم أصل إلى هنا هكذا فقط، أنا تعبت
وأيضاً إتقان أحكامه. يقال مشايخنا الكرام السلام عليكم، اللجنة الموقرة شكراً لكم على تعبكم معنا. يقال أن من يقرأ القرآن بدون أحكام هو آثم. كيف لنا أننا نحن نخبة من الأمة المثقفة ونقرأ القرآن دون أحكام؟ أين يقبل هذا؟ عندنا كتاب واحد أنعم الله علينا به، وكيف لنا أن لا ندرسه تمام الدراسة؟ إذا أوصيكم أخياتي إخوتي كبارنا صغارنا، علموا أبنائكم أولادكم أولياءكم القرآن، أحثكم عن القرآن. القرآن جماله جمال لا يفنى، صدقوني. لن أطيل كثيرا، تحيتي ثانية إلى والدي الكريمين، أمي في غيابها وأبي في حضوره، شكرا لكم، هما من أوصلاني إلى ما ترونني عليه الآن. هما تعبا كثيرا، أمي طول الوقت تقول يا ناظر احفظي احفظي اتقني اتقني، أبي يأتي لي من المسافة من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب بغية قراءة القرآن. لن يفشل ولن يكل ولن يمل بغية القرآن. وشيخ سعيد أبو خليل قاضي في الزاوية زاوية سيد علي ويحيى بتيزي وزوي أنني أخذت إجازتين، فيها إجازة من رواية ورش عن نافع من طريق الإمام نافع عن الأزرق بتوسط البدل، وأيضا بالقراءة الأخرى قصر البدل وما فيها لمن تعرف الأحكام وما يعرفها، وأيضا من رواية القانون لي إجازة فيها. دعوتكم لبلوغ العشر إجازات بإذن الله تعالى. تحية إلى المدرسة العليا للأساتذة من جميعا. تحية لولاية الشرف التي دائما تكون حريصة على مثل هذه المسابقات الشريفة الكريمة التي تحفنا الملائكة حولنا الحمد لله. وآخر ما أقول لكم هو عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر، صبرت قلبي عنكم فأجبني لا صبر لي لا أصبر، حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر، فإذا تحدثت ففي حديث كلامكم، وإذا سكنتم ففيكم أتفكر، حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير،